على كامل التراب التونسي خارج أرض الوطن، تحية أيضا لكل التونسيين خارج أرض الوطن في هذه الاحتفالية بالعيد الخامس للثورة التونسية المجيدة اللي إن شاء الله تبقى مجيدة الآخر رمق في نفس وحياة كل تونسي. معي ضيوف آخرين حاولنا نوع الوجوه الحاضرة معنا اليوم في هذا البث المباشر الحي من شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرمز. على يساري سي العجمي الوريمي النائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، إلى جانبه محمد علي بن جمعة الممثل والمسرحي، وعن يميني سي لطفي المرايحي الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري. إذا نواصل حكاية الثورة التونسية، 5 سنوات مرت على انبشاس ولا آخر شعاع لشمس الثورة التونسية انطلق من هذا الشارع. اليوم بعد 5 سنوات تحقق الكثير ولكن ما زال أيضا الكثير. ماذا تقول سيد العجمي الوريمي في مثل هذه المناسبة؟ عايزين نقول الثورة ما زالت حية، ما زالت مستمرة، ما زالت ثم ثورة، والتوانسة ما نجموش على أنه عملوا ثورة. اللي اليوم نشوف معناها النجوم الطيبة اللي فينا معناها الشارع الثورة ونص الثقافة، معناها التعبير على أنهم ما زالوا متعلقين بثورتهم بالمبادئ نتاعها بالحرية بالكرامة وبالعدالة. تحقق أشياء مهمة بالتأكيد، معناها منها الدستور، منها المؤسسة الدستورية. السيد عجمي الوريمي نعتذر، ظهري ثم بعض الخلل في الميكرو، إذا تسمح لي لإتمام الزملاء. يسير أن الزملاء يركحوا إن شاء الله الجانب التقني. تحول سي لطفي ونرجع لك بإذن الله. إذا مرحبا بك سي لطفي. أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم مبروك جميعا. نخلي لك الكلمة باش ترفع التهاني للشعب التونسي بمناسبة بهذه المناسبة سعيدة. تهاني بماذا؟ احنا اليوم ما جيناش باش نحتفلوا، ما عندناش باش نهنيوا روحنا، باش نهنيوا روحنا بغلاء المعيشه، نغلوا روحنا بالفقر المتزايد، بتراجع الخدمات الصحيه، بتراجع الخدمات الاجتماعيه، بالبطاله نتاع شبابنا اللي ما تحققش. نهنيوا بماذا؟ يعني ماذا قدمت الطبقه السياسيه هذه وال5 سنوات من الثوره؟ ماذا قدمت التوانسه؟ لا شيء. احنا جينا اليوم لاحياء ذكرى. ذكرى شنو؟ ذكرى يوم هب فيه الشعب التونسي ضد الظلم، ضد الطغيان، محل تغيير الاوضاع. مع الأسف أنه التفت قوى معينة حول هالإرادة الشعبية هذه، دجنتها حتى أحزاب كانت في مصاف الثورة خرجت من مصاف الثورة والتحقت بمصاف الناس المعادية للثورة. اليوم الثورة آتية لا ريب فيها، لأن الثورة هي إرادة في التغيير، إرادة في الرقي وتحقيق انتظارات شبابنا اللي اليوم من اليأس قاعد يرفع في السلاح ضد الدولة. اليوم الطبقات المتمكنة والناس اللي هي ماليا هي اللي حملت المشهد السياسي، عملته كما تحب، وعملت المشهد الإعلامي كما تحب، واستتب لها الأمر. وفي الأثناء الشعب التونسي قاعد يتفقر وقاعد يتهمش. الإرادة الشعبية واقفة مدام الناس كيفنا مازالوا واقفين، والإرادة الشعبية لا تقهر. والفجر، وإحنا كنا أمل أنه الفجر آتي لا ريب فيه، وأنه مستقبل تونس سيكون مستقبل زاهر. لأنه الموضوع هو بسيط جدا، هو أنه ثم 2-3% من الشعب التونسي المستحوذ على الثروات الكل وعنده جشع كبير بالمضاربات، والناس هذوما اللي اليوم قاعدة تجيب في الفرانشيز من الخارج وتحط فيها في تونس، يعني هذيك مواطن شغل للتوانسة وساعات عمل قاعدة تنحى للتوانسة وقاعدة تتعطى للأجانب. الناس هذه لو يقع إرادة سياسية وإرادة شعبية لتحييدهم، تو يرجع الأمل لشبابنا، وتو يخدم أولادنا، وتو تولي عندنا تعليم عنده معنى، مش كما الحالة اللي قاعدين عايشين فيها، وتولي معاش تموت النساء فهمت لا بالحمل متاعها، وتولي الناس تتعالج، وتولي الناس عندها جراية تليق بها، وتولي عندها قدرة شرائية. اليوم ثلث الشعب التونسي تحت خط الفقر، يعني ثلث الشعب التونسي يعيش بأقل من 4 دينارات في النهار، يعني شيء مشين. بنحتفل بماذا؟ شكرا لك سي لطفي. وهذا واقع، هذا جزء من الواقع التونسي 5 سنوات بعد ذكرى الثورة. نعود لك سي العجمي الوريمي حتى تتم كلمتك. على ضوء ما قاله سي لطفي المراحي، هذا رأي تونسي زاده، هو يعبر على رأي فئة كبيرة من التونسيين. وإحنا شفنا وباش نشوفوا بعض التسجيلات من القصرين ومن تيلا، ما زال الشعب التونسي يقول ما وصلناش لحقنا، اللي ماتوا لأجله شهداء من 2011 حتى لليوم ما زال لم يتحقق منه الكثير.